كل هذا الكلام اللي يتكلمون عن قوميات ويتكلمون عن المقاومة ويتكلمون عن هالشيء. أريد أتكلم عن موضوع إسرائيل. إسرائيل دولة متقدمة علميا، اقتصاديا، إلكترونيا. ما في دولة بقوتها الاقتصادية في الوقت الحاضر وأمور الثانية. أنا أطلب أن نحن شو ننتظر إذا مصر والأردن، خاصة اللي هم على الشرق الأوسط معنا، جيراننا أقرب من المغرب وأقرب من هذا، هم متعاضدين معهم، فيجب علينا نحن أن ليش ما نعمل سلام؟ خلي نتنياهو وجماعته يقررون هالموضوع هذا ونعمل سلام واضحين بدل ما نتخبى دائما مش واضحين. سلام في التعاون معهم اقتصاديا، تجاريا، زراعيا، حتى في موضوع الدفاع وموضوع التعاون في جميع الأشياء هذه والعلم. ما فيها أي شيء، يجب علينا أن نكون واضحين وهم أفضل من غيرهم. عدونا الأكبر هي إيران وليس إسرائيل. وخلونا من دون المجاملات ونضحك على أنفسنا، وهذا ضحكنا كثير كثير،